مش على الناس الكل يبدو مش على الناس الكل. لا 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 يسأل لا نحلوا فليسات ياسر. خدمته اي تفضل. من نخلوا المواطنين ما يعرفوش المعطيات بطلنا لسونيا مش على الناس الكل. لا ايه بيه سونيا تتغشش. سونيا تتغشش تبدا فرق يعني نخدم خدمته ما خدمتش كخدمته. منش واصلة كيف كيف تعطينا شفما حاجات جديدة. برهان فما زوز مستويات. المستوى اللي فما في علاقة بالسجون والإصلاح وبين بالكشف بعد إيقاف الخمسة عناصر اللي فما عملية اختراق السجون والإصلاح. إيقاف المدير وإيقاف إيقاف المدير وخما وعوين معاه وإطارات في عندك شي فكرة باش نسألك سؤال يخص المعطيات أنا هاك نمهد لك شوية. فماشي أعوان بعد العملية ما تلقوهمش في الحبس ما يلقوهمش قداش من واحد؟ برشا أعوان ما لقاوهمش. فما ناس ما لقوهمش هما يخدموا من وقت العملية غاب وكها كل يلوج عليهم كالصومالي حتى هما كالصومالي. قداش سيدة ليلى؟ سبع أعوان غايبين. فما سبعة باه معطيات باه اليوم كما نقول السجون لا فازي مش معك كمل السجون والإصلاح تعقيبا بعد كيفاش نحكيو على اختراق السجون والإصلاح حبوا ولا نكروا هالشباك والحبل كل كذب كلها عملوها الفيلم باش كل كذب فيقوا بهم كي يجوا يحسبوا لأنه المسجون بالسادة المستمعين يفهموا يتحسب بثلاث مرات كل ثمانية سوايع في الـ 24 ساعة يتحسب بثلاث مرات الحالات الخاصة بالطبيعة سيرتو اللي هم ربيك كل الحبس كل يتحسب ربيت كل مريرة في النهار يا صباح بكري يتحسبوا ثلاثة مرات كي يجوا يحسبوا صباح ما يقوهمش ما تخرجوا ل 11 نص الليل السبعة بتاع العشية ما تسعتين ما ثلاثة الأربعة ماهيش معروفة لتو ما هنا البحث يجيب لأنه فما بعض الإيقافات وبعض التصريحات بالكافي مع أنت عملية مش هذه هروب واختراق فكري وديولوجي أنا مش تاع التكفيريين لا ما لا ما فلوس تحط تاع تولي دولة التكفيرين وتصبح الأخير ونعطوهم لهم فاتحة وكذا تولي دولة داخل الدولة فما اختراق للأسف بكل ألم ومرارة في بواسطة سجنية وحقيقة موضوعية فلوس برشا تحطت برشا فلوس ودول مخابرات دول أجنبية بطبيعة هي اللي تحط الفلوس هي مخابرات دول أجنبية تم استقطاب عباد وكذا وما تقل القادمة يتم الكشف عليه بالمناسبة لأنه لنأكده اللي وزارة الداخلية لأنه تو كملنا سجون الإصلاح فما اختراق وكذا وزارة الداخلية ما زلت واقفة علاش لأنها ديركت أقل شكون مدير عمل المصالح المستخصصة والاستعلامات شكون هذوما المخابرات شنو هي دور المخابرات كونتر اسبيوناج مثلا الاستباق مش مخابرات استعلامات لا مش مخابرات المصالح المختصه شنو هي المخابرات مصالح مختصه مصالح فنيه غير ما يقعدوا نكشفوا في شنو قاعد تخدم نكمل ما عندهاش علاقه بالمخابرات هي رديف المخابرات في تونس ما عندناش مخابرات هي المخابرات هذيك المخابرات الوزاره العامه اللي بتاع